سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع امبارح لمتابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية. وجه سيادته بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وده بضم 1 مليون أسرة إضافية للبرنامج وصرف مساعدات استثنائية لتسعة مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية. وقد وجه السيد الرئيس بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق ما يلي: زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بضم 1 مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية. صرف مساعدات استثنائية لتسعة ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة بتكلفة إجمالية حوالي 1 مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا. تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة وبواقع 2 مليوني كرتونة شهريا، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة. قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام. قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيدة نيفين القباج استعرضت في هذا الإطار البرامج الاجتماعية المقدمة من الدولة حاليا، والتي تتلخص أهمها في دعم الخبز والسلع التموينية والدعم النقدي المتوسط ودعم برامج الصحة وصناديق التأمينات والمعاشات ودعم الإسكان، مشيرة إلى أن إجمالي الإنفاق على تلك الأنشطة من الموازنة العامة للدولة قد ارتفع على مدار السنوات السابقة ليصل إلى ما يقرب من 500 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي. كما عرضت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي تطور برنامج تكافل وكرامة على مدار السنوات الست الماضية، خاصة ما يتعلق بمضاعفة ميزانيته لما يقرب من الضعف. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع كذلك الموقف الحالي لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية، خاصة الحبوب والغلال والزيوت، حيث أوضح السيد وزير التموين أن مخزون تلك السلع يكفي لمدة 7 أشهر، مؤكدا على أن ما قامت به الدولة من تطوير لقدراتها التخزينية من خلال إنشاء منظومة الصوامع الجديدة انعكس بوضوح على تمكين الدولة من مواجهة الطوارئ والأزمات وتوفير الاحتياجات اللازمة خلال أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد المنظومة التعليمية والتدريبية في معهد ضباط الصف المعلمين، وده في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الدورية لنظم برامج الإعداد والتأهيل العلمي والعسكري لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية. قوات حرس الحدود تمكنت من ضبط عدد من المهربين بحوزتهم 1800 كيلو حشيش و13 بندقية وطائرة بدون طيار، وده بناء على معلومات مجموعة مخابرات وأمن حرس الحدود بشأن اعتزام بعض المهربين بتهريب شحنات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر عبر دروب الصحراء الغربية. استمرارا لجهود قوات حرس الحدود في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإحباط العديد من المخططات والمحاولات التي تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي المصري، وبناء على معلومات مجموعة مخابرات وأمن حرس الحدود بشأن اعتزام بعض المهربين
تهريب شحنات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر عبر دروب الصحراء الغربية. تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عربتي دفع رباعي يستقلهما 3 مهربين مصري الجنسية، عثر بحوزتهم على 1800 كيلوغرام من مخدر الحشيش و150 ألف قرص مخدر و13 بندقية مختلفة الأنواع و2800 طلقة مختلفة الأعيرة و6 خزن أنواع، كما تم ضبط 262 هاتفا محمولا مختلف الأنواع وطائرة بدون طيار. كما كثفت قوات حرس الحدود جهودها خلال الشهر الجاري وبالتنسيق مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والأجهزة الأمنية المختلفة أعمال التفتيش والتأمين للأنفاق والمعابر الحدودية المختلفة، والتي أسفرت عن ضبط 31 متهما وبحوزتهم 2 طن حشيش. و70 كيلوغراما من مخدر الهيدرو و32 كيلوغراما من مخدر الأفيون و3822 هاتفا محمولا وكميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية. وفي سياق متصل تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 12 جهازا للكشف والتنقيب عن المعادن و122 جوالا من الحجارة المخلوطة بالذهب و13 عربة أنواع مختلفة وعدد 3 لودر، بالإضافة إلى إحباط محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية ل927 فردا من جنسيات مختلفة. يأتي ذلك استمرارا للجهود المكثفة التي تتخذها قوات حرس الحدود ليلا ونهارا لإحكام السيطرة الأمنية على حدود الدولة البرية والساحلية للحفاظ على الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. في خبر هيهم عدد كبير جدا من الفنانين المصريين، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة. البروتوكول ده بيتضمن إيه؟ بيتضمن العرض التلفزيوني لمسرحيات الدولة، كمان أيضا الحفلات والفعاليات اللي بتنظمها دار الأوبرا المصرية، ده أيضا بالإضافة إلى أنشطة الوزارة في مختلف المجالات. البروتوكول ده جاء من أجل إبراز دور وزارة الثقافة في دعم الفن الراقي، في اكتشاف المواهب الجديدة، في ترسيخ الهوية المصرية. كمان الشركة المتحدة هتستعين في أعمالها الفنية بمواهب شابة من مسارح الدولة، هتعمل لهم الدعاية اللازمة عبر الوسائل الإعلامية اللي بتمتلكها هذه الشركة لتسويق هذه العروض ولتشجيع الجمهور على حضورها. الخبر الأهم أن فنيا هيشرف على النقل التلفزيوني المخرج الكبير محمد فاضل. كمان امبارح كان في مجموعة مهمة من الأخبار والموضوعات، لأبرزها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللي استعرض فيه دور قطاع الاتصالات في تحسين مستوى الخدمات للمواطنين، وكمان متابعة الدكتور مدبولي للدور اللي بتقوم بيه جامعة النيل الأهلية في خدمة النشر الدولي والبحث العلمي في مصر. أخبار تانية كتير هنعرفها في التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللي استعرض فيه دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، وده من خلال التوسع في استخدام منظومة التحول الرقمي، وقال إنه فيه اهتمام كبير من الدولة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية التكنولوجية في كل المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع الحيوي. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع تابع فيه جهود جامعة النيل الأهلية في خدمة النشر الدولي ودعم مسيرة البحث العلمي في مصر. وجامعة النيل بتتميز بأنها بتجمع ما بين التعلم والبحث العلمي والابتكار، وكمان ريادة الأعمال وخدمة المجتمع. برضه امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عمل اجتماع لبحث المشكلات اللي بتواجه مركز 57357 لعلاج سرطان الأطفال بمدينة طنطا،
وخلال الاجتماع حرص رئيس الوزراء على الاطمئنان على متابعة الموقف الحالي لتنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بقوائم الانتظار، واللي نفذت 1,300,000 عملية جراحية بتكلفة 11 مليار جنيه من عام 2018 وحتى الآن. كمان امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لبحث فرص التعاون وزيادة الاستثمارات المشتركة المصرية القطرية. وجه دكتور مدبولي بدراسة أطر زيادة التعاون مع الجانب القطري في عدة مشروعات استثمارية من خلال طرح عدد من المشروعات الاستثمارية وتبادل الزيارات بشأن بحث الفرص الاستثمارية والشراكات بين الدولتين. امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير بيوضح انخفاض الفجوة بين الصادرات والواردات لأقل مستوى ليها من 7 سنين، وده بفضل جهود الدولة في تحسين أداء الميزان التجاري رغم الأزمات العالمية المتتالية. أيضاً امبارح أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي عند نسبة 5.9%، في حين خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي من 3.6% ل 3.2%. وتوقع الصندوق في تحديث شهر يوليو أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2023 نمو بنسبة 4.8%. وزارة الداخلية نشرت فيديو امبارح عن جهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية في مجالي الأمن العام ومكافحة المخدرات، بالإضافة أيضاً لأبرز القضايا اللي تم ضبطها خلال أسبوع. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 353 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 23 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 211 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 57 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 717 قطعة سلاح ناري، أبرزها 68 بندقية آلية ورشاش و87 بندقية و27 مسدساً و534 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و85 خزينة، إضافة ل1118 قطعة سلاح أبيض. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 436,042 حكماً قضائياً، من بينهم 1,511 حكم جناية و155,752 حكم حبس و215,778 حكم غرامة و63,001 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 11 متهماً قاموا بارتكاب 23 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 62 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 95 متهماً، كما تم إعادة سيارتين مبلغ بسرقتهما.
وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 912 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها قرابة 61.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وما يقرب من 171.5 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر، وكمية من مخدر الهروين وزنت ما يقرب من 21 كيلوغرام، وضبط قرابة 7 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى أكثر من 12 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 10,352 قرص مؤثر، و1198 قرص ترامادول مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 14 مليون جنيه. كما تم ضبط قضيتي غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيهما بقرابة 60 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. وفي جولة المحافظات في مجموعة من الأخبار المهمة زي احتفالات محافظة اسكندرية بالعيد القومي 70 والانتهاء من إنشاء 25 مجمع خدمات زراعية بقرى حياة كريمة في سوهاج، وإجراء 15,000 عملية قلب وعيون للمرضى غير القادرين في الفيوم، وأخبار تانية كتير من المحافظات هنشوفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر حصل فيها أخبار وأحداث كتير امبارح، أبرزها إصدار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، تضمنت تنقلات وتعيينات لقيادات محلية بمحافظات المنيا وكفر الشيخ والأقصر وأسيوط والقاهرة والدقهلية وجنوب سيناء والغربية. في الإسكندرية انطلقت فعاليات العيد القومي 70 للمحافظة بمشاركة الجهات المعنية والتنفيذية والأحياء، وتضمنت الفعاليات احتفالية بشاطئ ذوي الهمم والمكفوفين، واحتفالية بمنطقة بئر مسعود، واحتفالات موسيقى عسكرية بالجندي المجهول. في سوهاج تم الانتهاء من إنشاء 25 مجمع خدمات زراعية بالقرى ضمن مشروعات حياة كريمة، وقال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج إن العمل مستمر في 5 مجمعات أخرى بنسب تنفيذ متفاوتة تخطى بعضها 90%. في الوادي الجديد قامت المحافظة بسحب 41 منزل ريفي من غير الجادين في الإقامة وطرحها مرة أخرى للمستفيدين على قائمة الاحتياط. في الفيوم أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي إنه بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني تم تنفيذ أكثر من 15,000 عملية قلب وعيون لصالح المرضى غير القادرين من قرى وعزب ونجوع محافظة الفيوم. في جامعة سوهاج أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة اعتماد معمل التبريد والتكييف وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة بكلية التكنولوجيا والتعليم، وده تفعيلاً لربط البحث العلمي بالتطبيقات المجتمعية. في محافظة أسيوط تم بدء تشغيل الغاز الطبيعي بالوحدات السكنية بمدينة مانفالوط وفقاً للخطة الزمنية المحددة، حيث تم ضخ الغاز الطبيعي لبعض المنازل كنقطة البداية لانطلاق وتوصيله لباقي الوحدات السكنية بالمدينة. في كفر الشيخ أكدت مديرية التضامن الاجتماعي إنها سلمت 1152 جهاز تعويضي وسماعة طبية لمساعدة أصحاب الهمم غير القادرين ورفع المعاناة عنهم، وده بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على مستوى قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ. في مطروح تم الإعلان عن إن المحافظة نجحت في الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022 بالكامل، وهو ما يؤكد حرص الأجهزة على الاستفادة من جميع المبالغ المخصصة بإجمالي استثمارات بلغت 487.9 مليون جنيه.